في قصة أشبه ما تكون بالخيال، رجل عاش حياته بين الإناث 20 عاما بسبب خطأ طبي أثناء ولادته. رائد عاش حياته على أنه رندا عند سن البلوغ بدأت الحكاية. ماذا لو اكتشفت بأنك رجل بعد أن كنت أنثى لأكثر من 20 عاما؟ 20 عاما تعيش بين النساء في المناسبات وفي المدارس وفي الجامعة. هذا ما حصل مع الشاب رائد بسبب خطأ طبي حوله إلى أنثى لمدة 21 عاما. رندا ولدت في مستشفى حكومي في الرياض بتشوهات في المناطق التناسلية لم يتم اكتشافها أثناء الولادة. لم يظهر عليها علامات البلوغ عند النساء، فراجعت على إثرها إحدى المستشفيات الحكومية ليتم اكتشاف أعضاء تناسلية ذكورية داخل البطن، وبأن رندا ليست أنثى طيلة 20 عاما الماضية. في البداية كان شعور غريب، يعني كان ما كأن واقع، كأن يعني كأنها طرفة وأحد يكذب عليك أو شيء زي كذا، يعني غير منطقي بالنسبة لي. قدرت تقول كأني رجعت إلى نقطة صفر في حياتي، اسم جديد، هوية جديدة، يعني لا أصدقاء لا أقارب إلى آخرة. تم رفع شكوى لوزير الصحة السابق وأحالها إلى الشؤون الصحية للتحقيق في الموضوع، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر نتائج التحقيق. النقطة هذه أنا من بداية التحقيق وأنا متواصل مع الشؤون الصحية، وتحقيق وتحقيق، ويروحوا أكثر من 8 شهور، أكثر من 6 شهور، ما لقوا الملف ولا لقوا الدكاترة المسؤولين على الولادة، يقولوا أنهم سافروا أو ماتوا في الوقت هذا. كيف اختفى الملف؟ ما أدري والله، معقول أن الملف في مستشفى ما يحفظ في أرشيف؟ دكتور قال يبغى يعمل جراحة، جراحة أعضاء تناسلية، إخراجها يعني تجميل إلى آخره، وهو قال إنه لازم يتم تحويلي المركز في بريطانيا عند دكتور بريطاني يقول إنه هو مختص في الأمور هذا ويقدر يفعلها بأفضل طريقة يسوي الجراحة هذه. لكن المشكلة إن احنا رفعنا أوراق سفر للخارج، الدكتور رفعها ورفضوها، ما أدري ليه، مع إن الدكتور أبدا ما عنده قدرة إنه يجرى العملية هذه. بين رندا ورائد ما زال الأب يبحث عن حل لهذه المشكلة، ورائد ينتظر الاستجابة لتغيير أوراقه الرسمية، فما زال اسمه رندا، والأهم من ذلك الموافقة على علاجه في الخارج. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.